الآن بالنسبة للفصل 222 اللي كيتعلق بالإفطار العلني في رمضان، هذا الموضوع هذا ممارسة شي حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون يعني مستفزا لحرية الآخرين لحريتهم. دونك باش ما نزيد بخصوص الاعتقالات والطريقه ديال الاعتقال، وهل هناك مس طريقه الاعتقال تمت في واحد الظروف اللي هي انسانيه اللي فيها واحد الانسانه وفيها واحد الاحترام دقيق لكل المقتضيات القانونيه اللي كتضبط هاد المساطر وهاد المسائل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.